أحوال الطقس السيئة والرياح العاتية حالت دون انطلاق مهرجان المنطاد السنوي في بريطانيا الذي يحتفل هذا العام بعيده 40. ووفقا للمنظمين فإن مهرجان بريستول الدولي لمنطاد الهواء الساخن في جنوب غرب إنجلترا هو الأكبر من نوعه في أوروبا ويجمع أكثر من 130 منطادا من مختلف أنحاء العالم. لكن الرياح القوية لم تمنع الجماهير الغفيرة من مشاهدة المناطيد المشاركة بألوانها الزاهية، وكان أحدها على شكل الشخصية الكرتونية المحببة للأطفال روبرت بير. وافتتح المهرجان الذي يقام على مدى 4 أيام في أغسطس آب من كل عام ليلة الخميس بعرض يشعل فيه كل منطاد ناره بالتبادل مع غيره، ويطلق عليه نايت جلو أو وهج الليل.